اهلا بحضراتكم مره تانية، بنرحب بنجومنا وضيوفنا النهارده الكابتن الكبير عادل طعيمه. كابتن عادل مساء الفل عليك. كابتن هاني ازيك؟ منورنا يا كابتن. نورك كابتن. اهلا بيك. كابتن الكبير المدافع القوي الكابتن عمرو الحديدي. عمور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا كابتن. عندنا طبعا اكيد النادي الاهلي وملفه بدايه البطوله الافريقيه، مشوار ان شاء الله باذن الله يبدا بالفوز ان شاء الله، بس عايز برضو اخد رؤيتكم عن اجمالي المجموعات والفرق المشاركه دلوقتي في دوري الابطال وشكل المنافسه عامه للاربع مجموعات وتواجد فرق كبيره. يعني اول مره دلوقتي صن داونز موجود، مش مجموعه الاهلي، مجموعه بيراميدز موجود، مازيمبي راجع تاني لدور الابطال، في الوداد المغربي، في سيمبا التنزاني، في النجم الساحلي، في الوداد، يعني كلها فرق كبيره. شايف ازاي يا كابتن عادل المجموعات دي كلها ومشوار النادي الاهلي وبدايته بكره؟ هو طبعا البدايه المجموعه بتاعتنا نقدر نقول انها مجموعه متوازنه، صحيح، معقوله جدا بالنسبه لنا. بعدنا بعد فتره كبيره عن سان داونز، كل سنه على طول وحيد معانا. المشكله مش في سان داونز، المشكله في المشوار، ودايما قبل ما نلعبهم بيبقى في ماتشات في الدوري قبلها بيومين ثلاثه، ودي الفترات اللي احنا اتغلبنا فيها، فترات الخمسه خمسه دي كانت قبل ما نسافر بيومين ثلاثه كنا بنلعب في الدوري، ما كانش فيه اي فتره سماح. لكن في الفتره اللي هي بيبقى فيها واخدين الراحه الكامله ست ايام او سبعة ايام النتائج بتاعتنا بتبقى جيده جدا. طبعا المجموعه بتاعتنا اعتقد انها جيده جدا، لو زي ما حضرتك تفضلت في البدايه ان احنا كل مباراه من البدايه بناخدها بعدم تهاون. الاسم بتاع اللي احنا هنلعبه بكره اسمه متواضع جدا، لكن لما بنشوف على الورق عندهم عناصر جيده، بصرف النظر اذا كان فريق جيد او مش جيد، المهم وانا بادي باحترافيه. ايه هي الاحترافيه؟ ان انا بمتع الناس وبكسب، باخد ثلاث نقاط وفي نفس الوقت بمتع الجمهور بتاعي كوره، لانه جاي عشان يكسب وعلشان يتبسط من اداء اللاعبين ويستمتع ويطمئن على المباريات اللي بعد كده. ده باختصار شديد البدايه بتاعتنا، بدايه لازم تبقى اقوى من كل موسم. الموسم الماضي كانت البدايه بتاعتنا ما كانتش جيده، لكن ولله الحمد ابتدينا نعدي مرحله ومرحله لحد لما اخذنا البطوله. فده طبعا كبدايه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره هيبقى فيه توفيق جدا من ربنا، لان اللعيبه اخذت اجازه وعملت ثلاث مباريات في اسبوع، برضه داخلين على ثلاث مباريات في اسبوع، لكن رجالتنا والتدوير والجهاز الفني بيعملوا. هنتكلم برضه على الشكل الفني وعمليه الروتيشن، بس عمرو عايز اخد رايك. طبيعي بدايه دايما كل بطوله بتبقى ما بقولش بتبقى صعبه، لكن بتبقى مهمه جدا، ومارسيل كولر ورامي ربيعه في المؤتمر الصحفي قالوا نفس الكلام، ان البدايه لازم تكون بدايه قويه بغض النظر عن اسم المنافس. مدياما الغاني وافد جديد على هذه البطوله، رؤيتك ايه تاني للمجمل الاربع مجاميع بالاسماء الكبيره الموجوده؟ مشوار النادي الاهلي ممكن يكون ازاي؟ كابتن عادل اتكلم في نقطه مهمه جدا، السنه اللي فاتت مرينا ببعض المطبات شويه، وكان في كلنا نفتكر المطبات اللي وقعنا فيها وكان لازم نكسب وكان فرق تانية لازم تعمل نتائج، فعايزين نبعد عن كل ده ويبقى بدايتنا ان شاء الله بدايه قويه. بص يا كابتن، تكمل كلام الكابتن عادل، ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت اعتقد خد خبرات من المواقف اللي حصلت. كنا كل شويه بنتفرج على القرعه ونلاقي بتوع سان داونز بيضحكوا ان هو تملي الاهلي وسان داونز مع بعض. ده حقيقي، ده حقيقي كذا مره واتنين. النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده، يعني مش عنده، هو بقى خبراته في المواقف اللي زي دي. احنا بالظبط من هنا لغايه 2 ديسمبر الاهلي هيلعب حوالي 7-5-6 ماتشات. انت هتلعب بكره مع ميديا، وهتلعب يوم الثلاث مع سموحه، وهتلعب السبت وسبت واربع، وبعدين مظبوط اثنين. المده الزمنيه دي النادي الاهلي اكتر واحد كان مستفيد بيها مارسيل كولر فتره التوقف اللي فاتت دي، الوقت اللي كان متوقف فيه عاد حساباته من جديد، عاد حساباته اسم النادي الاهلي والاسلوب اللي هيلعب بيه. ويعني احنا بنقول الحمد لله ان المباراه بتاعت الجونه بعد مباراه مكسبي بتاع سيراميكا ومكسبي بتاع انبي ومكسبي بتاع المصري والمكسب بتاع المقاولين وقفت وشكل، بس حجم الروتيشن اللي حصل من 9 لعيبه في ماتش المقاولين ثم سيراميكا 7 لعيبه ثم الجونه 5 لعيبه، الراجل ابتدى يحط شكل، ابتدى يظهر الاداء. فرحنا بعوده مروان عطيه بالاداء الهائل اللي حصل في مباراه جيبوتي وسيراليون، بقى عنده طبعا منتخب الشناوي وتالقه، انسجام اللعيبه بالنسبه لامام وحسين، اقتناعه باداء كريم الدبيس في الفتره اللي جايه،
بقى عنده شكل 11 لعيب يقدر ينفذ بيهم اللي هو عايزه. البداية مهمة، اسلوبك وسيطرتك وبتلعب في اول مباراة في ملعبك لازم تبان. ايدوني المدير الفني بتاعهم اتكلم على مرحلتين، اتكلم على ان انا جاي اكسب النادي الاهلي، دي حاجه تخصه يعني، قال لك انا مش هخسر من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت قال لك النادي الاهلي ما بيلعبش في ملعب ده مش ملعبه، لا ده هو كان ملعب النادي الاهلي من الاول خالص. ايا كان أيا انت كان بتفكر يعني في حته معينه، انت ده اسلوب فكر معين، مدير فني بيتكلم على العامل النفسي، بيضغط على لعيبته، بيضغط على الخصم، قول زي ما انت عايز. النادي الاهلي بكره يحقق المطلوب بجون واثنين وثلاثه، عشان ما وصلش للسنه الماضيه ان انا خسرت من الهلال فانا هاجي اكسب الهلال هنا ثلاثه، واكسب الرجاء عشان ادي الاداء واروح مستريح في ماتش الوداد. لازم يبقى عندي البدايه ليها عامل استدعاء نجم والبطل باسلوب النادي الاهلي بتملي بيبعت انذارات شديده اللهجه. تعالى انا وانت والكابتن عادل نناقش شويه الثلاث، خاصه الثلاث ماتشات اللي قبل التوقف الدولي، ايه اللي ممكن ناخده كحاجات ايجابيه لازم نستفيد منها ونستمر عليها، وايه اللي احنا شفناه خلال الثلاث مباريات اللي كانت مباريات مؤجله في الدوري قبل التوقف الدولي. يا كابتن عادل انت بتتكلم على مباراه المقاولين، وبتتكلم على مباراه سيراميكا، وبتتكلم جونة، على مباراه الجونه. ثلاث مباريات الحقيقه كان فيها شويه تفاوت في الاداء، وايه اللي احنا لازم نركز عليه، وخاصه السلبيات في المباريات ديت، ايه اللي احنا لازم نحلها او نحل مشاكلها خلال الفترة اللي جاية؟ هو طبعا الثلاث مباريات كانوا في ست ايام، والثلاث مباريات كانوا خارج الملعب، يعني انت بتلعب المقاولين وبعدين سيراميكا برضو بره ملعبك ثم الجونة في الجونة، يعني عملية شاقة جدا. لكن عملية التفاوت في الاداء يعني في الاداء وكده، انت طبعا عارف كويس قوي ان احنا ما عملناش فترة اعداد، واللعيبه على طول يا اما منتخب يا اما ماتشات مضغوطه، ولما ما تعملش فتره اعداد جيده قويه لابد يبقى فيه عمليه البدايه ما بتبقاش البدايه الجيده. الفترات اللي فاتت الراجل ابتدى يشتغل على انه في خلال الماتشات ديت بيدي كورسات وبيدي تدريبات معينه علشان يعالج الحته ديت، لان هو طبعا راجل عارف وفاهم، راجل في اوروبا وعارف يعني ايه فتره اعداد ومدى قوتها ومدى اهميتها بالنسبة لأي فريق. الأداء يمكن ما كانش بالدرجة اللي احنا محتاجينها، لكن انت بتوصل بتضيع فرص سهلة جدا نتيجة عدم التركيز، نتيجة اننا برضو ما نشوقف على رجلي بدنيا. طبعا كل الأمور دي إلى جانب طبعا في بعض من اللاعبين أحيانا الكولر بيبقى مدي درجة معينة لكل لاعب، فيجي اللاعب ينزل ما بيديش الدرجة اللي هو محتاجها، وبالتالي طبعا هو راجل في اوروبا عارف ان 8 من 10 8 ونص من 10 انت هتديني، حتى لو في أسوأ حالاتك هتديني 8 ونص من 10، ممكن تبقى موفق ممكن ما تبقاش موفق، لكن لما لعيب يديني 8 من 10 وبعدين الماتش اللي بعديه يديني 4 من 10 و5 من 10، هو برضو لازم يبقى عارف النوعيه اللعيبه اللي هي موجوده معاه، هل مدى انا جبت جول او اركن عليه ولا على طول انا بقى دايما في النادي الاهلي الفرن شغال. طب على المستوى، وهنتناقش احنا كلنا في النقطه ديت، انا شايف من بعض الامور اللي كانت مش عاده النادي الاهلي ان احنا بيدخل مرمانا اهداف كتير، وده ده ده مش عاده النادي الاهلي. الشكل الدفاعي للفريق ككل برضو مش احسن حاجه، وده ظهر يعني دايما في الثلاث مباريات دخل فينا اهداف، يعني بتتكلم على حتى مباراه الجونه التعادل، ومباراه المقاولين كان دخل فينا هدف، كذلك مباراه سيراميكا. فبالتالي دي نقطه احنا شايفينها كويس قوي، ان لا في جزء في الحاله الدفاعيه لفريق النادي الاهلي في ديفو معين، في خطا معين، ده يتحل ازاي يا عمرو، وازاي نرجع تاني للكلين شيت على مستوى الدوري المحلي وعلى مستوى اكيد دوري ابطال افريقيا؟ يعني بدايته يا كابتن هاني تملي احنا بنبص للجزء الخلفي من رامي ربيعه او ياسر او محمد عبد المنعم، لا الحته دي بقى نتكلم في نص الملعب. التزام الو ديانج ومروان، الحته الدفاعيه من نص الملعب الاول، ما هي هتقلل عليا الضغط ان انا بحضر براحتي وبشتغل طبعاً كويس. الحته دي مروان بقى له فتره مش في المود او مش في الفورمه اللي احنا عارفينها، اما شفنا وجوده في المنتخب قلنا الحمد لله على السلامه. ممكن يكون شيء ايجابي عودته تاني للبطوله بالظبط، ايجابيا طبيعي هتاثر عليه ايجابيا في مباراه النادي الاهلي أكيد. في نفس الوقت عدم الانسجام اللي حصل في مباراه الجونه ما بين كريم ندفت وكوكا، ما لعبوش مع بعض كتير، وكريم كمان كان مشارك بقاله فتره بالزبط طويله ما بيلعبش، يعني انت تملي ممكن لو انت هتديني بعد ما بتاخد
من المباراه اللي انت عايزها بتديني بقى جزء بتخليني اخش صحيح. في المود عشان اللعيبه تقدر تشيلني في الوقت دوت. الانسجام والروتيشن الكتير اثر على كولر في الوقت دوت. يمكن هو كان من ضمن الحاجات يا كابتن كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفاصل، ان مودست في الفتره بتاعت الراحه الثمان تسعة ايام اللي كانوا موجودين وهو بعد مباراه الجونه هو سافر المانيا، يمكن انا صرحت وقلت ان هو خس من 5 لـ 6 كيلو، راح للمدرب اللي بيشتغل معاه برايفت من ايام ما كان في بروسيا دورتموند وكولين، اشتغل معاه الفتره دي. يعني هو استغل فتره، يعني الناس كلها خدت اجازه بمعدل معين او باسلوب معين يقدر الراحه بتاعته تبقى شغاله ازاي بناء على توجيهات كولر، وهو اشتغل على نفسه عشان لما يرجع للفورمه، وده ظهر الفتره الجايه. هو عارف كمان قيمة النادي الأهلي، هو جاي من دوري معين هيقول لك أنا ممكن أدائي يبقى 8 من 10 أو 7 من 10 يدارة، لا أنت جيت عرفت اسم النادي الأهلي. الفترة دي كمان مودست كان في الفترة دي كلها كان متواجد في أحد الفنادق، دلوقتي بقى مقيم في مصر، بقى عنده الانتقال في شقة خاصة، بقى مقيم في مصر يقدر يعيش ويعرف اسم النادي الأهلي اللي هو بينتمي ليه. هيبقى في مودست جديد بأداء كولر، بأداء الراجل اللي اشتغل على نفسه في الفترة ويعرف قيمة الكيان اللي هو بينتمي ليه في الفترة اللي فاتت دي كلها. تمام، ده جزء مهم. وخلينا نتكلم كمان على عملية الروتيشن، الروتيشن اللي بيتم خلال النادي الأهلي. في جزء طبعا الراجل عنده حسابات معينة بعدد دقائق معينة لكل لعيب ممكن يشارك قد إيه، ممكن يلعب لقد إيه، لكن في بعض الانتقادات على الروتيشن في خط الظهر، والروتيشن في خط الظهر ساعات بيبقى من بعض الأسباب اللي شافتها الناس إنه ممكن جدا ما بيكونش فيه التجانس الواضح في خط الظهر. يعني شفنا مباراة مثلا الجونة لعب خالد عبد الفتاح لعب باك شمال مكان الدبيس، كان في حد كمان أعتقد رامي ربيعة مكان ياسر إبراهيم جنب عبد المنعم. فأنت رأيك يا كابتن عادل في عملية الروتيشن، وهل محبب الروتيشن كمان على مستوى خط الدفاع، ولا في خطوط معينة ومراكز معينة لازم تتثبت بشكل واضح؟ يعني هو بالنسبة لخط الظهر هو مثبت الراجل على طول، هو عملية التغيير بتبقى لمجرد يعني منعم بيبقى ثابت باستمرار، وبعدين يا اما رامي يا اما ياسر مزبوط. وطبعا محمود لما يرجع، وبعدين هاني باستمرار، هو بصفة مستمرة، هو واكرم هو واكرم يعني. واكرم خد ماتشين بس، هي يمكن انا مش معاه في حته ان انا بلعب مع الجونه، ايه اللي يخليني العب بخالد في مش مركزه وانا محتاج حد يعني رجليه الشمال تبقى يعني شغاله والجانب الهجومي عنده تبقى فيها شغل اكتر. هي المشكله زي ما قال عمرو انه المشكله كانت في نص الملعب في ماتش الجونه بالذات. مظبوط، انك انت لما تبقى عندك كريم وكوكا وقفشه والثلاثه، يعني الحاله الدفاعيه بتاعتهم ما كانتش جيده، ما كانش في بينهم الانسجام، دي نقطه. النقطه الثانيه وهي الاثنين اللي كانوا عاملين لنا شغل جامد جدا السنه اللي فاتت، الاثنين الاطراف ايا كان اساميهم سواء حسين الشحات او بيرسيتاو، الاثنين كانوا بيقوموا بالدور الدفاعي والهجومي على اعلى مستوى. ابتدينا شويه نكسل او مش نكسل، انا بقول برضو انه فعلا حته البدنيه لسه مش موجوده في الفتره اللي جايه مع فتره الراحه اللي اتاخدت مع الشغل اللي شغال. اعتقد عمليه التدوير انا شايف ان الراجل بيأديها علميا بالقلم والورقه وبالساعه وبالدقيقه، فهو مش مشكله في التوقيت او في التدوير، المشكله في ان اللاعب اللي نازل انا لازم يبقى فيه نوع من انواع الانسجام بينهم، وبعدين ابقى عارف اللاعب اللي نازل. وانا قلت قبل كده الحته دي مهمه جدا ومعرفش انت توافقني فيها ولا لا، في عقد اللاعب بيبقى فيه نسبه مشاركه، بعيد وبكرر تاني لازم يبقى جانب حته المشاركه يبقى فيه اجاده، بحيث ان انا اللعيب النهارده انت بتنزل تلعب، طب وبعدين اللي انا طالبه منك كمدير فني هل انت اديتني الحاجات اللي انا طالبها منك ولا لا؟ وبالتالي بعد 4 اسابيع او 4 ماتشات او 5 ماتشات الجهاز الفني بيقعد مع بعض وبيقيم، انا النهارده فلان الـ4 ماتشات مديني يعني متوسط ما بين 8 8.5 9، يبقى الراجل ده لازم ياخد المكافاه كامله ونسبه المشاركه ياخدها كامله، دي هتخلي اللعيبه هتبقى واقفه على رجليها، مفيش حد هيبقى في نوع من التقصير. انا كابتن في الجزئيه دي طبعا اكيد النادي الاهلي واكيد لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي لو اي لعيب في جزء من التهاون بيكون موجود
مش موجود، ممكن في لحظه من اللحظات يدي فرصه والثانيه، لكن بعد كده هيبقى خارج الاطار خالص. فده انا ما اقصدش تهاون يا كابتن، لا حتى على مستوى الاداء، على مستوى الجديه في الاداء. يعني خلي بالك كل لعيبه النادي الاهلي عندها يعني ما شاء الله كلهم لعيبه كويسه، كلهم عندهم امكانيات كويسه. هي الجزئيه اللي ممكن شويه في الفترات اللي فاتت جزء منها حضرتك قلتها، يعني كان عندنا بعض الفرص ما بتترجمش لاهداف، فدي كانت بتاثر شويه على انك بتجيب جون وبعدين في الوقت اللي لازم تجيب الثاني والثالث عشان تبقى الامور بالنسبه لك واضحه وسهله، انت بتتاخر في الجزئيه ديت، وبالتالي بيبقى في الفرق اللي قدامك نتيجه بعض الاخطاء الدفاعيه شويه خاصه من وسط الملعب في الجيم تاني. فبيدخله في الجيم ثاني وبيتعادل معاك 1-1 وبيقرب انت 2-0 فبيقرب 2-1، فالامور ما بتكونش مستقره. خلينا هنرجع للجزئيه دي ثاني يا عمرو، لكن عايزين كمان نشوف فرقه بكره عامله ازاي، جمال الغاني عامل ازاي من خلال لغه الارقام والاحصائيات. وطبعا دايما بيشرفنا وبينورنا الدكتور احمد بيومي بلغه الاحصائيات والارقام، وكمان على مستوى الشكل الفني اللعيبه بتلعب ازاي. هيكون دلوقتي ومشرفنا وبنرحب بيه دايما الدكتور احمد بيومي. تعالى انا وحضراتكم وكمان نجومنا علشان كمان الارقام دي والاحصائيات هنتكلم عليها بعد ما نخلص مع الدكتور احمد بيومي. بنرحب بضيفنا النهارده الدكتور احمد بيومي. تعالى نشوف فريق ميديما الغاني شكله عامل ازاي من خلال الدكتور احمد بيومي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن هاني، شرفنا ومنورنا. انا اللي بتشرف دايما بتواجد مع حضرتك طبعا. انا اعتقد عانيت كتير جدا مارسيل كولر قال انا تعبت قوي علشان اجيب بعض الملفات وبعض المباريات لفريق ميديما الغاني، لان الامور مش سهله، لان الدوري الغاني كمان مش من الدوريات القويه. انت محضر لنا ايه ووصلت لايه لفريق ميديما الغاني على مستوى الفني على مستوى الارقام؟ كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي طبعا بدايه المشوار الافريقي بقى طبعا على مستوى دور المجموعات، ويمكن البطوله الجماهيريه المفضله لجماهير النادي الاهلي وهي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي دايما بتبقى مفتاح لتواجد الاهلي في كاس العالم للانديه، وباذن الله طبعا السوبر الافريقي القادم باذن الله ان شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت هي فرقه طبعا كان من الصعب ان الواحد دايما يوصل للفيديوهات ليها او خاصه بيها عشان تقدر ان انت تحللها، ولكن الحمد لله قدرنا نوصل لعدد من المباريات سواء على المستوى الافريقي او على في دور التمهيدي الاول او الثاني، ونفس الكلام في لقطات جبناها برده ومباريات كامله موجوده طبعا دلوقتي مع النادي الاهلي بالنسبه للدوري المحلي بالظبط. فخلينا طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هي فرقه مغموره الى حد ما وغير متعارف عليها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي مقارنه مثلا باشانتي كوتوكو او صحيح. بنتكلم برضو على هارتس اوك. فخلينا نعرف الجماهير على فريق ميديما الغاني. هنلاقي ان هو طبعا تاسس عام 2008 طبعا حديث التاسيس، بنتكلم على قيمه تسويقيه بنتكلم على 2.4 مليون يورو مقارنه طبعا بالنادي الاهلي 30 مليون يورو. طبعا في فروق واضحه جدا سواء على مستوى التاسيس او القيمه التسويقيه. اجمالي البطولات اللي حصلوا عليها من 2008 هي 3 بطولات، بنتكلم على بطوله الدوري المحلي ودي طبعا اللي اهلتهم للتواجد في دوري ابطال افريقيا، بطولتين للكاس برضو المحلي. لو جينا بصينا على مستوى المشاركات طبعا دي اول مشاركه ليهم في دوري ابطال افريقيا، بالنسبه للكونفدراليه شاركوا قبل كده مرتين في بطوله الكونفدراليه. ده يمكن خاص بالمقدمة على فريق ميديما. لو جينا برضو بصينا على المدير الفني الخاص بفريق ميديما هنلاقي طبعا هو إيفانس أوديتي، هنلاقي ان هو طبعا غاني الجنسية عمره 59 سنة، اجمالي المباريات اللي خاضها معهم 28 مباراة، فاز في 16 مباراة، اتعادل في 3 مباريات وهزيمة في 9 مباريات، له 42 هدف وعليه 29 هدف. طبعا حقق معهم بطولة وحيدة وهي بطولة الدوري الغاني اللي أهلته لدوري أبطال أفريقيا. طبعا بالنسبه ل مادام اتكلمنا على المدير الفني ممكن بقى ننتقل لطريقه لعبه ونشوف هو ايه الخطه. بالظبط يعني هو دايما الفرق اللي ملهاش معالم شويه بتبقى يعني طرق اللعب بتبقى صعب قوي تحددها، لكن هل ليه طرق لعب واضحه وصريحه في الفورميشن بتاع الفريق؟ هنعرفه منك يعني. خلينا نشوف فيه صور لطريقه اللعب، هنلاقي ان هو في خلال طبعا الفتره الاخيره خلال مباراه مثلا عشان كوتوكو اللي اتهزم فيها 1-0 في الدوري الغاني، في الدوري الغاني بالظبط، لعب بيلعب دايما بثلاثه ارتكاز في قلب الدفاع، سواء بنتكلم على كوفي او بنتكلم على نور الدين او بنتكلم على ايمانويل، الثلاثه دول اساسيين اللي هو لعيب رقم 24 ولعيب رقم 2 ولعيب رقم 15، دول اساسيين عنده دايما بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، بينزل معاهم 2
باكات بحيث ان هو يلعب بخمسه في قلب الدفاع. ده يمكن كده ممكن برضو ننتقل على الصوره اللي بعديها اللي بنشوف بقى الكلام ده قلب في جوه الملعب، هنلاقي بيلعب الثلاثه سواء كوفي او نور الدين او ايمانويل. خلي بالك هو الفريق اللي على اليمين اللي على اليمين اللي لابس التيشيرت الغامق مش الاحمر. بالظبط يعني. بالظبط. واضح جدا في ثلاثه في خط الظهر، وواضح جدا ان الباك الشمال طيب. متقدم لغايه خط النص كمان باك اليمين، وفي تقريبا اثنين ارتكاز او واحد ارتكاز وقدامه ثلاثه يعني. بالظبط بيلعب يعني في بعض الاحيان بيلعب 5-4-1 او لما بيبقى متاخر بهدف بيلعب 5-3-2 لما بيكون متاخر باهداف. ده على الناحيه اللي هو بالنسبه للمين فورميشن بتاعته اللي هو بيلعب ب 5-4-1 او 5-3-2. اول خمسه اللي بيلعبوا في خط الظهر، ويمكن بيعتمد زي ما احنا شايفين على راس حربه وحيد يعني بالظبط اللي هو جوناثان. جوناثان. بعد ما نستعرض طريقه اللعب ممكن نشوف بقى تطبيق الكلام ده على البناء الهجمه بتاعته، بيبني الهجمه ازاي. زي ما قلنا على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، ولكن بيفتح الملعب بيعمل ستريتشنج للملعب من اليمين او من الشمال لخطوطه، ما بيلعبش دفاع كومباكت. أوكي. يبتدي فارد الملعب، هو مش عامل اي ضغط قدام الفريق اللي قدامه. هو بيعتمد كمان على الكرة الطويله، يعني واضح جدا ان هو بيسلمش في نص الملعب. لا لو جات الكره على اليمين او الشمال هو اول حل بالنسبه له يلعب كوره في اتجاه راس الحربه وبيستنى الكره الثانيه. دي اغلب الفرق الافريقيه طبعا بتلجا الى الكره الطوليه. بالظبط. هو دول طبعا ثلاثه اللي ورا، اول ما الكره بتيجي على جنب ممكن نقف هنا شويه، هو خلاص باصص، هو مش باصص على واحد في نص الملعب، في واحد في نص الملعب فاضي، لكن هو اوريدي النظره على راس الحربه اللي عن على ال 18 وبيلعب كوره طويله. توصل له وبيعتمد بقى الكره دي هتسقط وياخد الكره الثانيه ولا لا. ودي خلي بالك يعني السيستم ممكن جدا ياذي لو انت مش مركز او خاصه في لعيبه خصوصا الالتحامات الهوائيه طبعا قدام في 18. بالظبط بالظبط بالظبط. برضو من الملاحظ من خلال الفيديوهات دي لو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان البنيه التحتيه عندهم الموضوع منخفض جدا. يعني ما عندوش الامكانيات الضخمه ان هو بنتكلم في استادات معينه، بنتكلم في مدرجات، بنتكلم في امكانيات. ولكن على الرغم من ضعف الامكانيات اللي موجوده في غانا، ولكن بنلاقي النهارده غانا يمكن ثاني اكبر دوله افريقيه عندها تصدير لعيبه محترفين. بنتكلم اكتر جد. من 300 لاعب. بنتكلم النهارده في زياده بس في 2023 زي ما زميلنا منصف قال لنا عندهم اكتر من 40% زياده للمحترفين خلال 2023. صحيح. ده على الرغم من ضعف الامكانيات. خلي بالك ضعف الامكانيات ويمكن سوء حاله الملعب شويه، خلي بالك ده ممكن يساعد الفرق الافريقيه انها تأدي بشكل افضل شويه على استاد زي استاد السلام او استاد القاهره، وبالتالي ممكن نسبه الاجاده بتزيد ولو حتى 10%. الاستلام، التسليم، عمليه الدريبل، ادائهم ممكن يختلف تماما. يمكن لو نستعرض برضه حتى على ضعف الامكانيات هم بيحاولوا يواجهوا حته التطور شويه في تحليل الاداء او في السكاوتنج اللي بيأدوه. هنلاقي عندهم برضه حتى على ضعف الامكانيات عندهم محلل الاداء بيبقى قاعد بره بيبتدي يراقب المباراه، بيبتدي يسجلها، بيبتدي يحللها. يعني ناس بتشتغل بالظبط. بتشتغل عندهم جزء الشغل تحليل فني، عندهم سكاوتنج بيتفرجوا على المباريات بيحللوا المنافس بشكل كويس، يعني برضه جزء من البروفيشنال في الجزئيه دي بشكل كبير. بالظبط عشان كده نلاقي دايما ان هم متقدمين في المحترفين عندهم بشكل كبير حتى على مستوى الافريقي. ده يمكن خاص ده هنا محلل الاداء بيبتدي يراقب المباراه، وعنده طبعا المصور بيبقى موجود في اعلى المدرجات بقدر الامكان بحيث ان هو يكشف الملعب من فوق ويصور الاداء. موجود طبعا. ده التيم بتاعهم الانالايز او تيم التحليل، رغم زي ما شايفين ضعف الامكانيات، ولكن هم بيحاولوا يشتغلوا بشكل احترافي شويه، بيحاولوا يقدموا مردود كويس. الحاجه ام الاختراع هنا خلي بالك برضه يا دكتور، لما هم موجودين في دوري الابطال او المشاركه ليهم بيبقى عندهم طموح كبير جدا، وعندهم بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن ويعني اكبر نادي في افريقيا. فخلي بالك جزء السبيريت دوت كمان لازم نعمل حسابه كويس قوي، ان اللعيبه دي عندها حوافز وعندها يعني بيلعبوا النادي الاهلي اول مره في بطوله افريقيا، وبالتالي لازم عندنا حرص شويه من الجزئيه ديت. بالظبط، هو انه حتى لو ما خرجش بنتيجه ايجابيه ولكن بيسوق لنفسه طبيعي بتلعب النادي الاهلي. ما دي النقطه اللي عايز اكلمك عليها. في بعض بعض الانديه ما بتركزش على البطولات قوي، بتركز على تصدير اللاعبين. بالظبط. وانت زي ما انت قلت غانا اعتقد رقم 2 على مستوى افريقيا بعد نيجيريا في تصدير اللاعبين للخارج، وبالتالي الجزئيه ديت هم ممكن يستغلوا البطوله الافريقيه مش الغرض فيها الوصول لاعلى نقطه او ابعد نقطه، لكن تسويق لعيبتهم بشكل او باخر. يمكن بخصوص نقطه حضرتك دي، يمكن هم السنه اللي فاتت مصدرين 7 لعيبه للدوري، سبع لعيبة لفريق واحد بس في مالطا، 7 لعيبه لنفس الفريق بحيث ان هم عاملين موائمه او مشاركه معاه بحيث انه يصدر اللعيبه دي هناك، وابتدي الفريق في مالطا ان هو يسوق اللعيبه دي في اوروبا. وارد جدا عندهم اجريمنت مع بعض الانديه حتى لو على مستوى يعني بتتكلم على يمكن دوري
دي الصوره دي طبعا في 8 لعيبه من الفريق ده راحوا لمالطا، يعني انتقلوا من النادي دوت لمالطا، وبالتالي هم واخدين الامور تسويقيه بشكل كبير، ان هم بيسوقوا لعيبتهم بشكل او باخر. طبعا ده ما تمش بسرعه شويه، استحاله طبعا. لا طبعا منظم، يعني 8 لعيبه يروحوا نادي واحد في موسم واحد، فاكيد ما عندهم اجريمنت مع النادي دوت يعني. بالظبط. خلينا برضو ننتقل ليه، بنشوف بقى مشوارهم على مستوى الدوري المحلي دلوقتي، هنلاقي ان هم لعبوا 11 مباراه، ترتيبهم الثامن، ترتيبهم متاخر غير السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، لان هم ترتيبهم الثامن. طبعا عندهم 16 نقطه، فاز في 5 مباريات واتهزم في 5 مباريات، له 11 هدف وعليه 12 هدف. طبعا ترتيبهم دلوقتي في الدوري الحالي بنقول ان هم في تذبذب في المستوى، ما بنقولش ان هم من الاسماء اللي متصدره في الدوري الغاني الموسم الحالي. فكم فريق في الدوري الغاني بتتكلم على؟ احنا بنتكلم تقريبا في 12 فريق. 12 فريق وفي المركز الثامن يعني. بالظبط. 18 فريق. 18 فريق، 18 فريق وهم في المركز الثامن. منتصف الجدول يعني. بالظبط. برضو بعد ما نخلص مشوارهم في الدوري المحلي، خلينا بقى نذكر الساده المشاهدين بالمشوار الافريقي سواء بالنادي الاهلي او للنادي مديما. نلاقي طبعا ان النادي الاهلي طبعا لعب دور تمهيدي واحد، لعب طبعا فاز في مباراه الذهاب في 3-0، نفس الكلام في مباراه العوده فاز في 4-0 على فريق سان جورج. اما بالنسبه لفريق مديما لعب دورين، دور اول تمهيدي ودور تاني تمهيدي. خلال الدور الاول او الدور التاني كسب مباراه وانهزم وخسر في المباراه التانيه. يعني مني كمان معدل التهديف، يعني هم حتى المدير الفني بيقول احنا بنحرز اهداف كتير خلال المباريات اللي فاتت، احرز اهداف كتير. هل دي عن قوه هجوميه او عن كور ثابته او يعني الشكل العام الهجومي يقلق؟ بالنسبه عندهم عناصر مميزه في الشكل الهجومي، عندهم طبعا عناصر مميزه، ولكن الغزاره التهديفيه كانت موجوده في الدوري المحلي وليس في الدوري الافريقي. يعني مثلا هنلاقي ان هم كسبوا مباراه 1-0 وانهزموا اللي بعديها 1-0، المباراه الدور التمهيدي الثاني كسبوا 3-1 وخسروا بعديها 2-1. فالغزاره التهديفيه موجوده على الدوري المحلي، ودي ما اقدرش اقيسها نتيجه قوه المنافسين الموجوده في الدوري الغاني. طيب ده بالنسبه لمشوارهم. خلينا برضو نستعرض بالنسبه لحضرتك تفضلت الغزاره التهديفيه، نشوف اهداف خاصه او يعني دخلت مرماهم خلال الدوري الغاني عشان نقدر نشوف نقاط الضعف اللي موجوده عندهم. ممكن نشوف الاهداف اللي دخلت مرماهم، مثلا عندنا 3 اهداف ممكن نستعرض. مثلا دي في البدايه، بدايه الهجمه للفريق المنافس. وبرضو خلينا ملاحظين الملعب شكله عامل ازاي يا شباب. طبعا ده بيأثر، يعني ده بيأثر لما يجي يلعب على استاد القاهره او بيلعب على استاد السلام، اكيد الاداء بيختلف والاداء بيزيد بنسبه ان شاء الله 10%. دي كره عرضيه من طبعا من الجهه اليسرى عندهم، دي برضو هو الفريق لابس موف، يعني لابس موف. بالظبط. هنلاقي دايما الثلاث اهداف اللي انا جبتهم بيتكرروا نفس الكلام، كره عرضيه من الجهه اليسرى، اختراقات عندهم من الجهه اليسرى بتؤدي بشكل كبير او بتبقى مؤثره عليهم بصوره سلبيه. فاعتقد دي الجهه او هنشوف برضو ده هدف ثاني من كره ثابته. طبعا الناحيه الدفاعيه عندهم ضعيفه، والتمركز واضح ان في عندهم قصور في الحاله التكتيكيه. يعني نفس الكلام، دي صوره برضو اللي هدف دخل مرماهم، القصور عندهم طبعا واضح، التمركزات جوه ال 18 على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع وعنده كثافه، ولكن حته المراقبه مش موجوده بفعاليه. هو واضح كمان ان يمكن الجبهه اليسرى عندهم شويه مشاكل دفاعيه، يعني خاصه يعني الثلاث اهداف دول انا جبتهم بسرعه عشوائيه، ما كانش في تنظيم، ولكن لاحظت ان هم الثلاثه من الجبهه اليسرى. هنلاقي بقى هنا الاهداف اللي احرزوها، احد الاهداف اللي احرزوها بعد الهدف ده، ده هدف تاني دخل فيه دخل مرماهم. بعد كده هنشوف الاهداف اللي احرزوها، تمركزات طبعا في قلب الدفاع واضح، طبعا واضح برضو الخط الدفاع مش بالمستوى الجيد، يعني انت لو ضغطت النادي الاهلي بقوته وبشكله الطبيعي يعني ان شاء الله باذن الله يعني نكسب ونكسب سكور كمان ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. طبعا البدايه هنا هتبقى مهمه جدا للنادي الاهلي عشان يدي رساله لجميع الفرق اللي موجوده في المجموعه ان هو قادر، خصوصا المباراه على ارض النادي الاهلي، فلازم يكون عنده الصبر ان شاء الله. بكره ان شاء الله النتيجه تطلع بنتيجه ايجابيه ويكون فرق كمان كبير، نتكلم اكتر من هدفين باذن الله. اخر حاجه ممكن نستعرضها هو الهداف بتاعهم اللي هو جوناثان او السترايكر بتاعهم، ده السترايكر راس الحربه بتاعهم، ده الرئيسي بتاعهم، هو الهداف بتاعهم. لان هو على مستوى الدوري لعب 7 مباريات واحرز 4 اهداف، هو يعتبر ثالث هدافي الدوري الغاني. اما على المستوى الافريقي فنجد ان هو لعب 4 مباريات سواء الدور الاول او الدور الثاني تمهيدي واحرز هدفين، باقي اللعيبه طبعا اللي احرزوا هدف واحد بس. ده يمكن كان سريعا كده خاص بفريق ميديام. لا احنا مجهود الحقيقه تشكر عليه دكتور احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني دايما متالق ودايما بتبدع معانا، شكرا جزيلا. بس دايما بتواجد مع حضرتك يا كابتن هاني. شكرا جزيلا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني لضيوفنا الكابتن عادل تعيمه والكابتن عمرو الحديدي عشان نشوف ترجمتهم ورؤيتهم بالنسبه للارقام وشكل ميديام الغاني هيكون ايه امام النادي الاهلي بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه كابتن عادل. كابتن عمرو، عايز اخد رايكم في الفقره اللي كانت مع الدكتور احمد بيومي على شكل الاداء لفريق مديما الغاني، وعايز ابدا بالبنيه التحتيه. يعني بيلعبوا الحقيقه الدوري الغاني دوري مش قوي، البنيه التحتيه ضعيفه جدا جدا، شفنا ملاعب متهالكه، ده ممكن يكون مردوده ايه؟ يعني انا كنت بتكلم مع عمرو وكان حكالي على قصه كده لفيليكس، ان ديت بتكون على فكره بيلاقي اجواء مختلفه، بيخش استاد القاهره او استاد السلام، ملاعب على اعلى مستوى، نجيل على اعلى مستوى، ده ممكن يؤدي مع الحماس مع الاصرار مع انه بيلاعب النادي الاهلي، ممكن ده يزود شويه من الاداء الفني للاعيبه لو بنسبه 10%. بس مساحه الملعب هتبقى مشكله بالنسبه له، لان انا بلعب على ملعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، ده مركز شباب حاجه كده بعيده قوي، يعني من الحاجات اللي هي مش موجوده عندنا. فطبعا مساحه الملعب بتفرق جدا، لان حتى لو بيلعب بخمسه في مساحه عرض ملعب 70 متر، غير ده انا شايف عرض الملعب يعني حاجه يعني طبعا حاجة ملاعب صعبه جدا، بس هم بيحاولوا يعني حتى على مستوى البرزنتيشن بتاع الفريق، يعني الصوره اللي قدامنا هم بيحاولوا بقدر الامكان انه يظهروا بشكل مناسب بشكل احترافي. شفنا عندهم تحليل اداء حتى لما بيسافروا زي ما احنا شايفين يونيفورم بلون او بلون الطقم بتاعهم الاصلي. هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني بيشتغلوا على نفسهم، والحقيقه زي ما اتكلمنا هو ممكن جدا العمليه دي كلها عمليه تسويقيه لبعض اللاعبين عندهم اللي يعني كل سنه بيروحوا لمالطا او بيطلعوا لبعض الدول، مش هقول الدول الكبيره في الكوره، لكن عندهم استراتيجيه شغالين عليها. يعني هو طبعا هو نادي استثماري اصلا، هو واضح نادي استثماري، والراجل 2008 راجل مستثمر، فطبعا حته الملابس وكده. لكن البنيه التحتيه كابتن هاني انا شايف انها يعني صعبه جدا حتى في تمرير الكوره. المساحه اللي انا بجري فيها غير لما يكون ملعب قانوني وملعب جيد. الخضه بقى اللي هي ممكن تبقى موجوده، احنا بنشوف معظم الماتشات اللي احنا شفناها مفيش مدرجات تقريبا، الناس واقفه حوالين الملعب، لما بينزل يلاقي 50 60 الف او 20 الف ايا كان العدد فطبعا دي كلها امور في صالحنا، وفي نفس الوقت ما هياش ركن نرتكن عليه. صحيح. ان احنا يبقى ادائنا لما لعيبه تشوف المنظر ده يبقى في نوع من انواع الاستهتار، ما اعتقدش ان لعيبتنا عندها الجانب ده، وده اللي انا بتمناه بكره ان شاء الله، ان اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه يبقى فيه الاداء اللي احنا دايما منتظرينه من لعيبتنا بعد 5 بطولات الموسم الماضي. صحيح. يبقى نفس البدايه ان شاء الله اللي احنا كنا دايما في بدايات المواسم السابقه، اعتقد كانت الاداء بتاعنا كان مميز جدا والروح القتاليه عاليه جدا، واعتقد مع الفتره اللي جايه ان شاء الله في اللعيبه هتبقى جايه بالمستوى الرائع اللي احنا دايما بنتمناه ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو، من خلال رؤيتنا الفنيه واضح جدا انه بيلعب في الخط الخلفي، بيلعب بثلاثه وبيلعب تقريبا باربعه في نص الملعب، يعني 3-4-3 براس حربه وحيد يمكن هو ابرزهم، وعنده نسبه تهديفيه لا باس بيها حتى على المستوى المحلي، ثالث هداف الدوري المحلي، على المستوى الافريقي كمان احرز 4 اهداف. شفت ده ازاي؟ ومش هقول لك ازاي نكسر الحته دي، ولكن التعامل اللي لازم يكون موجود مع فرقه ما بتحضرش بشكل كويس وبتلعب كور طويله معتمده على الكره الثانيه. بص يا كابتن، هو على الورق بيشتغل من بدايه المباراه 5-4-1، ومع الترحيل بيبقى عنده ثبات 3 لعيبه ويغذي نص الملعب عشان يضيق المساحات. بس 5-4-1 دي لما في الملعب عنده ما ينفعش بالظبط، هو بيلعب اول ما بيحضروا بيدوروا على الطويل عشان يشتغل على جوناثان سوا، هو ده اللعيب الكبير بتاعهم، في وجود كمان لعيب كبير من جنوب افريقيا اللي هو كان من زيمبابوي اللي هو كوادو كواشي اللي هو 41 مباراه دوليه، يعني لعيب كوره كويس بيلعب من ناحيه الشمال. 41 مباراه واحد مباراه 41 مباراه دوليه بيشتغل من ناحيه الشمال، هو الجنب الشمال عندهم هو اللي بيعمل الشغل كله، وهو عند الهجوم بيزيد في العمق جنب جوسوان، في نفس الوقت عنده الباك ليفت اللي بيشغل له الجزء الدفاع على اعلى مستوى اللي هو حميدو فاوي. طيب انت بتجيب اسماء فعلا هي موجوده ابرز اللاعبين، وبرده رغم ان احنا شايفين يعني تواضع الفريق شويه، لكن
عندهم لعيبه دوليه كانوا على قائمه منتخب غانا، منتخب غانا من المنتخبات القويه، يعني حميدو اللي انت بتتكلم عليه، حميدو فاتو ده الظهير الشمال انضم ولعب مباراه دوليه مع منتخب غانا، ده الظهير الايسر جوناسان طبعا المهاجم راح في معسكر غانا بس ما شاركش في مباراه رسميه. يعني الفكره ان هم حتى لو احنا شايفين ان هم الاداء مش كويس لكن في عناصر مميزه وراحت حتى منتخب غانا اللي هو كوادي كواتشي ده كابتن الهداف بتاع جنوب افريقيا بتاع سان داونز اللي هو من زيمبابوي اللي هو لعب 41 مباراه، ده الجناح ناحيه الشمال وبيزيد جنب جوناسان. عندهم وعندهم لعيب في نص الملعب بيشتغل في حته معينه اللي هو فوردي جوادو، يعني بيشتغل ان هو اول ما بيحضر بيلعب التوقيت زي ما كابتن عادل قال نقطه مهمه قوي، انا بلعب في مكان مركز شباب غانا اما هاجي في مصر الملعب والاجواء لازم سيطرت من البدايه، استدعاء الروح بتاعه البطل تبقى من البدايه جون واثنين وثلاثه، يمكن اخطائه كلها في الاهداف اللي بتيجي في فرقه مدياما في الشوط الاول بيقيس المباراه من الاول، احراز هدف واثنين وثلاثه. النادي الاهلي خد ديفنس وخد حاجات كتير قوي من مباراه اتحاد العاصمه. طب انا هاخد من كلامك واروح لكابتن عادل لان دي نقطه مهمه جدا، احنا بنتكلم ونامل ان احنا اول الشوط الاولاني نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن ده ما يترجمش يا كابتن ان احنا عندنا تسرع في الاداء وان احنا مستعجلين قوي ان احنا نجيب جون لدرجه ان بيكون في انهاء الهجمه بيكون في عدم تركيز فيها شويه تسرع، في فرق بين السرعه والتسرع، فدي نترجمها ازاي؟ في عندنا شكل هجومي كويس ازاي يبقى عندنا البالانس ما بين الهدوء واستغلال الفرص واحراز الاهداف؟ يعني عايزه قياده في الملعب ودايما يبقى فيه بنكلم بعض في الملعب من اول الشناوي في خط الظهر في وسط الملعب باستمرار يبقى فيها حته الكلام نتكلم مع بعض. لو تفتكر في 10 ماتشات كسبناهم كلها ثلاثات اربعات كنا بنلعب بثلاثه في وسط الملعب، وكان كولر بيعمل ايه ايام حمدي فتحي وايام وطبعا مروان وديانج وبرده كان عمرو السوليه قبل ما يصاب، كان دايما بيدي للثلاثه وجبات هجوميه. وشوفنا ماتش الزمالك حمدي فتحي كان بيبقى فين وجايب جولين وعامل جول، ومروان في ماتش البنك صحيح برده جايب جول عامل جول وجايب جول. هل دي ناقصانا يا كابتن الجزئيه ديت على مستوى رقم 8؟ يعني خلينا نتكلم برضو فنيا شويه. أليو ديانج في بعض المهام والاساسيه بالنسبه له انه يزيد وانه يكون 8، وانا شايف انه بقى ما بين الاثنين ولا عارف يأدي 6 بشكل كويس ولا عارف يأدي 8 بشكل كويس. هل أليو ديانج قادر يأدي 8؟ ده جزء مهم جدا. لو مش قادر يأدي 8 يبقى هو يثبت على 6 ويبقى إمام عاشور مثلا يأدي بشكل 8. كريم نيربت على فكرة بيلعب 8 ما بيلعبش 6، ممكن يكون ليه فرصة انه يلعب 8. يعني يبقى برضه في حركة في نص الملعب شوية للأداء الهجومي، وخاصة ان احنا محتاجين حد يكون قريب جدا من 18، وانا شايف ان مروان عطية هو ممكن يكون 6 اللي هو محور الأداء في الجزئية ديت. يعني طبعا زي ما تفضلت إمام عاشور هيقوم بالدور ده على أعلى مستوى، وممكن في آخر 10 دقايق آخر ربع ساعة ممكن تدفع بمجدي قفشه، لان هو من بدايه المباريات دايما مجدي لما بياخد من البدايه ما بيقدرش يكمل، وبعدين بقى فيه عمليه تغيير. انا بستفيد منه زي الماتش السيراميكا كليوباترا نزلته اخر ربع ساعه ادى اداء رائع جدا وجايب جول رائع جدا، لكن انا بتمنى من الكولر انه بيلعب بثلاثه ويبقى فيه امام وفيه ديانج وفيه مروان عطيه، الثلاثه دول الحقيقه كل واحد فيهم ممكن يقوم بالدور ده، الى جانب كريم ممكن ان انا ممكن استنى شويه عليه لحد لما ادفع بيه في مباراه اكون انا كسبان مكسب جيد، علشان هناك يعني ماتش الجونه كان الاداء ما كانش جيد. هو على فكره كريم محتاج يعني محتاج ماتشات اكتر، محتاج ماتشات اكتر، عايز شويه ماتشات ثلاث اربع ماتشات يخش في الفورمه، يخش في الفورمه. وانا شايف انه 8 يعني ان شاء الله عمرو السوليه كمان يرجع بيقوم بالدور ده كويس. خلينا اخدك من ديت لتألق محمد الشناوي على مستوى المنتخب، الدور القيادي اللي يقوم بيه محمد الشناوي في مباراه زي ديت مهم جدا، حتى على مستوى يعني بنتكلم هم هجوميا مش احسن حاجه، لكن وارد جدا كوره ثابته، وارد جدا ان يكون في خطا دفاعي. دور محمد الشناوي في الفتره اللي جايه ايه؟ كابتن القائد في الملعب الشناوي ما بيوجه زي ما الكابتن عادل بيقول، قيادتي في الملعب ان انا ابقى مركز
التركيز ده بينطبع من الشناوي حتى في المؤتمر، حتى ما رامي بيتكلم دلوقتي انت بتدي دوت لمنعم، ومنعم بيبلغه لمروان، مروان بيبلغه لكهرباء ومودس. الربط النادي الاهلي كان ينقصه الفتره اللي فاتت الروح اللي هي ايه، ان انا بشتغل انصاف الفرص اللي بتيجي بستغلها، في نفس الوقت ببقى مركز دفاعيا ان انا ما استقبلش مرماي اي اهداف. دي مهمه قوي ان انا وانا شغال التوجيه. يمكن كان الاليه اللي احنا بنتكلم فيها قبل المباراه، لا ممكن اكلم منعم، افوق منعم، اتكلم مع اكرم، اتكلم مع هاني، اتكلم مع الدبيس. يمكن الراجل اخر المباراه في الجونه اخر 13 دقيقه عمل هجوم على فرقه الجونه عشان كريم الدبيس نزل على عدلته، الشغل بقى اللي من ناحيه الشمال خلاص انت دلوقتي تقدر تديله وانت مطمن. استمراريه الماتشات هتديله خبرات وهتديله جراءه ان يبقى موجود اكتر من الشغل الدفاعي اللي هيعمله خالد عبد الفتاح. انت عايز يجمع ما بين الاثنين. النادي الاهلي هقول بيتهاجم بس مش باستمرار، هشتغل ربط ما بين حاجتين، هشتغل دفاعيا واربط كويس قوي مع خط ظهره يبقى في انسجام، واشتغل هجوميا وده الشغل اللي المفروض ان انا اعمله اللي يعوضني غياب علي معلول. الربط الجماعي يا كابتن هاني كمان طبعا اللي قدامنا ده المعدل الزمني للفريق من ياما الغاني في احراز الاهداف، اعتقد هم بيحرزوا الشوط الثاني بشكل افضل، يعني نسبه احرازهم للاهداف بتبقى في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاولاني. خلاص يبقى انا اخلص المباراه في الشوط الاولاني واشتغل بقى بايجابيه. احنا كان عندنا مشكله كابتن عادل ان احنا دايما حتى في المباريات اللي فاتت 1-0 وبعدين الريتم بيقل شويه وعندنا فرص للتهديف ما بنجيبش جوان فبتجرأ الفريق دخل الفرقه الثانيه طبعا. ده على العكس معدل يعني الشوط الثاني ده معدل الاهداف اللي بتخش فيها بيبقى في الشوط الاول اكتر كتير قوي من الشوط الثاني. يعني زي ما انت بتقول عايزين نستغل الجزئيه ديت ان احنا ان شاء الله الضغط، ويمكن فيليكس كان بيتكلم على العمليه دي، لو بدانا الضغط بشكل جيد جدا وعندنا استحواذ الفرص بس اللي بتجينا تترجم اهداف. هل ده قصور من امكانيات الولاد في الحاله الهجوميه او تسرع او مش عايز اقول اهمال ولكن عدم جديه في ان واحد مركز مليون في الميه على الفرصه انه لازم يسجلها كابتن عادل؟ لا هي طبعا محتاجه تدريب، وطبعا التدريب مع لعيبه كبار ودوليين بالشكل اللي موجود عندنا كلهم على اعلى مستوى في افريقيا بتبقى محتاجه دايما عمليه متابعه وعمليه تكرار. فعمليه التكرار والكرات اللي هي بالعرض والكرات اللي هي بتسقط ما بين السردباكين والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي بقى محتاجه تدريب ومحتاجه تكرار. انت ما عندكش الوقت ده، وخاصة من بداية الموسم لحد النهاردة ما عندناش الوقت ده. الحتة التانية عملية التركيز وعملية البعض أحيانا بيبقى عنده فرصة إنه يجيب هدف ولو بس يعني إدى بس لنفسه فرصة جزء من الثانية إنه يبص بس بالجنب كده هيلاقي زميله فاضي يروح لعبها له. فطبعا دي برضو الحتة دي أرجو إنها كولر أعتقد إن هو أكتر من مرة في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم هو بيتكلم على اهدار الفرص بشكل كبير، يعني اهدار الفرص وبعد برضه الحتت اللي هي ان انا بوصل بعد ما بوصل لازم ارفع راسي، وزي ما احنا شفنا الجول اللي جبناه امام عاشور اللي لعبها الهاني لما وصل للاخر وراح ملعبها له بالعرض كانت رائعه جدا. الجول اللي هاني جابه كان في ماتش اعتقد سيراميكا يعني او ماتش المقاولين اعتقد كان ماتش المقاولين. هو خلي بالك ماتش المقاولين انا بقول معاك لما يكون في تركيز في ال 18 عندنا الكواليتي وعندنا الناس اللي تقدر تسجل بشكل او باخر، لكن في مشكله انا شايف ان عمليه تسرع شويه او في جزء عدم تركيز شويه وبالتالي فرص كتير بتضيع. هو عدم التركيز نتيجه ان انا ماتشات كتيره جدا وانا مش عامل فتره اعداد، الى جانب طالما مش عايزين يعني نخوض في عمليات التحكيم حتى في كل الماتشات اللي احنا ابتديناها من بدايه الموسم لحد النهارده كل ماتش يديك يا بينالتي يا جول ملغي. احنا شفنا في السوبر جول كهربا وضربه جزاء وبعدين الماتشات اللي بعديها ضربات جزاء، وطبعا كل دي امور الى جانب ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله مع رجوع اللاعبين، وطبعا انت شفت اللاعيبه الدوليين راجعين يعني يا دوبك تمرينه واحده صحيح وداخلين النهارده يعني امبارح كان تمرينه والنهارده معسكر وبكره بيلعبوا، فطبعا دي كلها امور احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، وبتمنى على اللعيبه ان شاء الله ان كل واحد باستمرار يبقى باستمرار على طول في ودن زميله على طول، لما لقى زميلي في نوع من انواع عدم تركيز شويه ايه المانع ان انا اروح اكلمه. دي موجوده في العالم كله ان احنا كلنا بنكلم بعض ودايما يبقى فيه القياده دي هتبقى موجوده، وعمليه التركيز ان انا وانا نازل عامل حساب ان انا في 80 مليون
بيتفرجوا عليا عايزين يستمتعوا، عايزين ان انا اكسب. حقيقة. انا مش 20,000 في المدرج. صحيح. مصر كلها بتتفرج عليك، العالم العربي كله بيتفرج عليك، العالم كله بيتفرج عليك. يعني لا تدخر ذره عرق وذره تركيز. انت 90 دقيقه اللي انت بتشتغلهم، ما بقولش انت بتلعب، ده شغل. مزبوط. الشغل اللي انت بتنزله ده 90 دقيقه لابد يبقى تركيزك 100%. بعد الماتش اعمل اللي انت عايزه، لكن بدايه المباراه لحد نهايتها لابد من التركيز، والتركيز العالي، وابقى شايف زمايلي فين، وكل تعليمات المدير الفني انا بعملها. بيقول لي ارجع ساعد مع زميلك، ارجع ساعد مع زميلي. انا لما بشوف كابتن هاني على في الماتشات بيبقى لعيب مش قادر يتحرك وبتاع، وبعدين يروح جايب جول، تبص تلاقيه راح عامل سبرنت 100 متر وشايل زميله. الله، طب ما انت عندك اهو، يعني طب ما انت عندك الطاقه دي اهي. فان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي فاتت دي، مش عايز احكم على اللعيبه، مش عايز اظلمهم، لانه ما عملوش فتره اعداد. الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الموسم الماضي اللعيبه ادت ومتعتنا وجابت اهداف وجابت خلي بطولات. بالك يا كابتن، الخمس بطولات بتوع الموسم اللي فات، ويمكن انا بقى يعني بعد نهايه الموسم انا توقعت ان الموسم اللي بعدها هيكون موسم اصعب، لان انت لما بتاخد خمس بطولات بتبقى مش مستحيل لكن صعب شويه انك تحقق نفس الانجاز في السنه اللي بعديها. وبالتالي كان في يعني كان في تحديات كبيره جدا، منها زي ما بنتكلم عدد مباريات كبير جدا. النادي الاهلي يعني كالعاده بيشارك في بطولات كتير، وبالتالي كابتن عمرو ده اللي عايز اتكلم عليه، انك الرساله الواضحه من خلال الدور التمهيدي وقبل الوصول للمجموعات انك بتكسب ب 7-0 سان جورج الاثيوبي. انا في اعتقادي بكره دي الرساله، انك ان شاء الله باذن الله لو قادر تكسب بسكور عالي جدا، وانت قادر لازم تحقق ده. هو كابتن احترامي للي انا بعمله، انا بكبره بالاحترام، ان انا بعلي بديله شكلين، شكل انذار شديد اللهجه للي هيقابلني ما بعديه، وانا بدي لنفسي انتعاشه ان المكسب بيجيب مكسب بعدد سكور كبير، في نفس الوقت ما بستقبلش. يعني احنا كنا بنربط في الكلام ده مهم. ان انا ما استقبلش وفي نفس الوقت اهدف، لو جات لي 10 فرص اجيب 9، يبقى انا عندي في الحته دي مهم جدا. يمكن كولر في الفتره اللي فاتت انا بقول ان هو عاد حساباته، هو كولر نفسه كشخصي لعلاقته باللعيبه، اللعيبه تملي في وجود الربط اللي بيعمله مروان، في وجود هاني والدبيس، هيدي مهام كبيره لتاو والديانج. يمكن انت كابتن هاني قلت حاجه مهمه جدا، ديانج ما بقاش يديني 50-6 ولا 50-8، انا عايزه يديني 100% 8، وانا عندي مروان اللي هيعمل الدور ده. 6 بقت منحصره ما بين طرفين، ما بين كوكا وما بين مروان عطيه، ولو فكرت تدي لحد هتفكر في اكرم، ان هو لعبها قبل كده من المنتخب الاولمبي. انت عندك التشكيل، عندك الاستحواذ، عندك الاسلوب، عندك الملعب، عندك البدايه الشرسه اللي بتقول عليها. اهم حاجه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان الجزء يسود اداء النادي الاهلي اللعب الفردي، مين اللي هيروح؟ لا، ارجع تاني للشغل الجماعي اللي كنت بشوفه ما بين هاني وديانج وتاو، ما بين حسين والدبيس وامام، ده مهم جدا. كابتن عادل قال نقطه مهمه قوي، افشل ما بيبقى موجود بره بيقرا المباراه كويس قوي، بيعرف ينزل يبقى عارف هيعمل يعني بيها انت ايه. انت كمان يعني هنيجي لكل رؤيه فنيه بالنسبه للتشكيل ليك كابتن عادل، وانت عم نشوف برضو فكرنا احنا طبعا، ان كولر عنده التشكيله في دماغه محضرها بشكل كبير، لكن توقعاتنا للتشكيل، هل انت شايف من الاول قفشه يكون موجود؟ يعني هو قفشه كمان من اللعيبه المميزه جدا، وعنده قدره على الاستحواذ، لان انت محتاج مباراه بكره انك محتاج استحواذ بشكل كويس في الملعب. تفضل انه يبدا المباراه ولا يكون عندك ورقه موجوده انك تستغله في الشوط الثاني بشكل افضل؟ قفشه بالتجارب انا 4 سنين مع قفشه، هو دايما بيبقى مميز جدا لما بيلعب الشوط الثاني، جزء من الشوط الثاني، لانه برضو في فترات هو الجانب لازم نعترف بالواقع، هو الجانب الدفاعي عنده طبعا قليل شويه، لكن كولر بيحاول ان يزود الجانب ده عنده، لكن مش بالقدر الكافي. بتمنى ان احنا نلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه يبقوا ليهم وظائف هجوميه. عمليه الانتقال من الكوره من تحت لفوق دي طبعا هتبقى مهمه جدا، البدايه من تحت. لما بنوصل للثلث الاخراني يا كابتن هاني، مفروض ان انا لو كهربا هيلعب او مودست هيلعب، انا ما بلعبهاش اي حاجه، لابد ان انا ابقى شايف الراجل فين، ويبقى في بيني وبينه حته الانسجام. هل هو عايزها على العرض القريبه، هل هو عايزها في مكانه، هل هو بيرجع بيهرب زي ما كان عماد متعب بيعمل،
كان بيبقى واقف وبعدين في لحظه يروح واخد خطوتين بيهرب من المدافع. كل الامور ديت الى جانب طبعا احيانا بيبقى في ماتشات زي الماتش بتاع بكره، راجل بيلعب بخمسة وأربعة وممكن جدا تلاقي راس الحربة برضو بيرجع في أوقات معينة. مظبوط. أنا ما استعجلش إن أنا لما بوصل للخط وأروح رافع، إيه المانع إن أنا أرجع تاني؟ يعني ما أعملش أوفر وتتاخد مني، لأن الكثافة دي مش هتخليني. لكن أنا بشوف إن حارس المرمى عندهم في ضعف شديد، يبقى هناك طرق للتسديد من ده مهم برضو، عامل التسديد مهم جدا إلى جانب يا كابتن. أول ما بوصل للثلت الأخراني لابد إن أنا أقف وارجع تاني وبعدين اعمل عمليات الاختراق، تبقى اخد ضربه جزاء وهكذا. طبعا مهم جدا، وزي ما بنتكلم احنا دايما سبورت لفرقتنا بجميع الاشكال، لكن احنا شايفين كمان الفتره الجايه، وانت اتكلمت يا عمرو ان كولر بدا يراجع شويه حساباته، و هنبدا ينظم كمان، لان انت اتكلمت في اكتر اعتقد 5 أو 6 ماتشات لغايه يوم 2 ديسمبر. الجزئيه دي لازم تدار بشكل يعني فيري بروفيشنال ودقيق جدا جدا، عشان احنا الحقيقه يعني لازم نحقق ان شاء الله باذن الله نحقق نتائج ايجابيه في كل المباريات اللي جايه قبل كاس العالم للانديه، لان كاس العالم للانديه انت ما بتروح بمعنويات عاليه كمان وانت هتلاعب فريق كبير، ده كمان شيء ايجابي. ازاي نشتغل على ده؟ عمليه الروتيشن تاني، هل هيرجع لها كولر من خلال روتيشن كتير، ولا هيبقى شويه تثبيت في التشكيل خاصه في خط الظهر؟ يعني انت رؤيتك برضو عمرو ازاي، او ايه النقط اللي كولر بدا يعيد حساباته فيها؟ يعني بص يا كابتن، الفتره اللي كان كولر شغال فيها في اول الموسم مباراه المقاولين عمل روتيشن في 9 لعيبه، ما فيش باستثناء غير 2 لعيبه امام وعبد المنعم بس ماتش المقاولين. بعد كده في ماتش سيراميكا بقوا 7 لعيبه، بعد كده في ماتش الجونه 5 لعيبه. اعتقد ان المعدل بيقل، هتلاقي في الاخر روتيشن في 2 لعيبه، يا اصابه يا قل التركيز في الملعب، يعني هو مش هيفكر اكتر. الشناوي الربط اللي ما بين رامي وياسر، هو بيختار حاجه معينه حسب شكل المباراه، بيختار ياسر لمهام معينه وبيختار رامي لمهام معينه. مع ان انت على الجانب الثاني محمد هاني اكرم توفيق برضو كان فيها روتيشن، بس في حاجه كابتن، الروتيشن بتاع اكرم وهاني كان بعيد قوي. انت كنت اكرم مادي في مباراه سان داونز اكثر من رائع، لقيناه بره خالص مش موجود في المعسكر في مباراه الجونه. انت اديت لهاني، انت دلوقتي هاني كان في المنتخب، هاني رامي عبد المنعم الدبيس، عشان انت اطمنت في ال 13 دقيقه ولا 14 دقيقه اللي انت اديتهم له في مباراه الجونه، وقبل كده كمان كان بيأدي كويس جدا. مروان انت حسيت ان هو رجع وادى اللي هو عايزه، ورجع لك الثقه انك تبني معاه الشغل. صحيح. ان طريقه لعبك 4-1 4-1. امام والمهام هو عارف هياخد من امام، يمكن امام في الفتره اللي فاتت كان تركيزه، وشفنا لقطه ليه وهو بيضحك معاه وبيلعب له في شعره وهم اثناء التمرين، يعني رجع تاني الانسجام اللي ما بينه وما بين امام واللعيبه كلها، بقى في قرب للعامل النفسي. قالوا ديانج بمهام معينه مع بيرستاو عشان يشتغل الجنب اليمين اللي بيستفاد بيه النادي الاهلي. الجنب الثاني حسين، هل الربط ما بين حسين والدبيس في وجود امام؟ انا عايز منك شغل معين، الجزء الجماعي وارتفاع معدل الاداء البدني للنادي الاهلي اللي هو قل الفتره اللي فاتت، باين قوي ان هو علاه في فتره التوقف اللي فاتت دي. رضا سليم عن طبعا ان شاء الله يرجع بالف سلامه، اصابه يعني طولت شويه، لكن يعني لعيب مميز جدا، هل مأثره شويه على الجزء الهجومي، خاصه ان حسين كمان بكل امانه مش كبدايته، يعني برضو الكيرف بدا يقل شويه. بيرستاو شفناه في مركز راس الحربه بشكل او باخر، طاهر محمد طاهر بنشوف، احمد عبد القادر، الجزئيه اللي قدام دي مش شايف ان ممكن جدا عندنا شويه تثبيت في الافراد شويه، ويبقى الروتيشن فيها قليل؟ احنا بنشوف لعيبه كتيره جدا في الجزء الامامي. يعني انت الروتيشن يا كابتن في الجنب الشمال رضا سليم وحسين وعبد القادر، انت مجرد ان التركيز والروح المنافسه دي، المدير الفني هو الكسبان ان هيشوف من الثلاثه شيء ايجابي جدا، شيء اكتر واحد فيهم ايه. اول ما رضا اتعور حصل فيه هدوء عند حسين وعبد القادر، الكم اللي انت بتنزل تاديه بادائك اللي احنا عارفينه قل، فانت المفروض هترجع لده تاني مع زياده امام، مع التسديدات اللي حضرتك اتكلمت فيها انت والكابتن عادل، امام وديانج ومروان. استغل كولر اثناء المباراه على الورق بيتكلم 4-3-3، واول لما بيشتغل بعد 10 دقائق وبيجس محتويات المباراه شكلها ايه، بيحول طريقه اللعب ل 4-1-4-1، وانت ضاغط بتوصل اللعب ل 2-3-4-1. الكثافه الهجوميه اللي موجوده اللي تحت كهربا او مودست مهم جدا، القدمون المنخلف غير مراقبون، لازم النادي الاهلي يستغل دي كويس قوي. ولو مودست جاهز استفاد بالفتره الاعداد اللي انت عملتها، ممكن ما يكونش موجود، ممكن نرجع تاني للفكره اللي كان قالها عليها
كولر، انا جات لي فكره مجنونه فديت للكهرباء ايام التوقف اللي هو 457 يوم دي، رجع تاني وحشاه، وحشاه الملعب، تركيزك في التمرين، الربط ما بين اللعيبه كلها في وجود كهرباء هيبقى بشكل. ويمكن انا مقتنع ان كولر هيبدا بكره بكهرباء تحتيه امام ومروان وتاو وحسين وديانج، والاربعه اللي ورا هم هم بس، درجه التركيز تزيد عشان انا على قد ما بهدف ما عنديش استعداد استقبل عشان ادخل نفسي في فكره معينه او اسلوب وابتدي هاجم من الاول وجديد، لازم يبقى عندي البالانس، الربط ما بين الطرفين، درجه تركيزي 100% دفاعيا وهجوميا 1000000%. طيب كابتن عادل، نفس رؤيه عمرو كده بالنسبه للجزء الامامي وبالنسبه لخط النص، انت اتكلمت على خط النص ومهم جدا يكون عندنا خط النص، اللي انا في رايي ان يمكن حالته الدفاعيه في الفترات اللي فاتت ما كانتش على اعلى مستوى. ايه الادوار اللي انت شايفها بالنسبه، تفضل محمد هاني، اكرم ناحيه الشمال، الدبيس طبعا هو المرشح الاول لان عندنا اصابه لعلي معلول، شايف التوليفه بتاعت بكره او التشكيله من وجهه نظرك المثاليه في البدايه، لان اكيد التغييرات هتكون طبعا موجوده والكروت اللي موجوده على الدكه لازم هيكون ليها دور. يعني في البداية لما كنا بنلعب بثلاثة في وسط الملعب هتشوف عدد الأهداف اللي احنا جبناها وعدد الأهداف اللي دخلت فينا، هتبص تلاقي الموسم اللي احنا خدنا فيه 5 بطولات هتبص تلاقي 4 أهداف داخلين فينا أعتقد طول الموسم، يعني لعبنا 13 مباراة ما دخلش فينا أظن يمكن هدف أو كده. في حاجة تانية، النقطة التانية ودي نقطة مهمة جدا، أولا الراجل عامل تثبيت تشكيل العمود الفقري مثبته. بتكلم على الشناوي، منعم، الشناوي، منعم، علي معلول، هاني، وبعدين الجزء اللي بيتغير ياسر او اللي جنب اللي جنب منه، وبعدين على طول بيلعب بثلاثه في نص الملعب، وبعدين تغييراته كلنا حفظناها في الدقيقه 60 65 بيبتدي يدفع بطاهر، يدفع بقفشه، يدفع بحسين اذا ما كانش ابتدى حسين، انا برضو حسين لما بيلعب في الشوط الثاني بيبقى افضل. فالراجل عامل العمود الفقري ثابت، التغييرات كلها بتبقى حاجات بسيطة كده، يعني كهرباء، وبعدين ما كانش إد لصلاح في سان داونز هناك، طبعا صلاح كان يعني الماتش كان الشوط الأولاني بالذات كان الجانب الدفاعي كان طاغي وعاملين ماتش كويس جدا 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 هناك، وإحنا شفنا الوداد وشفنا سان داونز، وأنا دايما مقتنع سان داونز بيلعبوا كورة جمالية لكن بعيد جدا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسبهم في اي وقت لو انا الفرصه متاحه بالنسبه لي. فانا الراجل عمل من اول حراسه المرمى، خط الظهر ما اعتقدش انه يغير، ولما بيغير هاني مع مكان اكرم، هاني دولي واكرم دولي. الاثنين ما لهمش غبار، انا بتكلم الاثنين مستواهم عشان كده يا كابتن انا الملعب انا يوم السبت والعب الثلاث وهاني جاي من المنتخب. ما دي بقى النقطه، جاي من المنتخب، هو على فكره علق عليها قال لك بيبقى عندي مشكله كبيره جدا، ما يعني المدربين في اوروبا ما بيواجهوش المشكله دي ليه؟ لان الاماكن كلها جنب بعض، يعني التصفيات كلها موجوده في اوروبا، وبالتالي وياخد طياره خلال ساعه بيروح يرجع انجلترا او يروح اسبانيا او يطلع لالمانيا ما عندهمش مشكله. لكن بالنسبه لافريقيا يعني المسافات بعيده جدا، وانك بتسافر سفريه طويله جدا جدا وبترجع ما بيكونش عندك غير يومين ثلاثه عشان تبدا تاني تخش لمباراه او تحدي على المستوى المحلي او الافريقي، هو عانى من دوت وقالها في المؤتمر. هل ده هيأثر على فكره بالنسبه للعيبه المنتخب ان انا لا ده جاي من المنتخب ممكن جدا يكون لا اريحه في حته ثانيه يا كابتن؟ مهمه جدا الماتش اللي فات الماتش بتاع سيراليون، هاني اتظلم ظلم باين، ما كانش في حد بيدافع معاه، لا زيزو بيدافع معاه ولا محمد صلاح بيدافع معاه، فكان دايما اثنين ثلاثه رايحين عليه، ودايما كنا بنشوف الفريق سيراليون مضيع 3-4 أهداف من الجانب اليمين لان هاني كان بيروح عليه 2-3 في توقيت واحد. انا بتكلم عليه ممكن يبص لهاني ان هو عنده شويه ممكن يكون مجهد مثلا مجهد من طبعاً. الرحله مجهد من المباراه اللي كان عليها ضغط شويه خاصه في الشوط الثاني، فيفكر شويه ان لعيبه المنتخب ممكن او جزء من لعيبه المنتخب ممكن ما تكونش موجوده بكره. عمرو ولا لا 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 ولا هو يمكن مختلفة. هاني غير في اخر ربع ساعه بعمر كمال لا هيشتغل هاني عشان الضغط كان من نمره 7 ومن نمره 15 بتوع فرقه سيراليون، هو عنده اكرم في حته معينه، عنده كريم فؤاد ادى الماتش اللي فات في اخر المباراه اداله في ماتش الجونه اداله باك رايت،
المشكله مش في كده يا كابتن هاني، المشكله في الشغل. انا عايز اشتغل، يعني ممكن اشتغل بهاني مده زمنيه واعمل غيار. دكه النادي الاهلي بقى دلوقتي في كلها نجوم، او بدلاء النادي الاهلي يقدر يتحكم في المباراه زي ما هو عايز، عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كمان، يمكن هو بيوصل زي ما الكابتن عادل قال في الدقيقه 65 لغايه الدقيقه 70 بيغير على مرحله واحده، ثلاث لعيبه في اثنين لعيبه، لو محقق المباراه وجايب الهدف اللي بيدور في دماغه الهدف ثلاث اربع اهداف اقدر اغير واخرج من المباراه لبر الامان. هي الحته اللي في السيده الموقف بالنسبه للشارع المصري، هو ليه الروتيشن الكتير؟ هو الراجل بيوصل في الاخر لعدد لعيبه معينه بالتزام عشان اوصل كاس العالم ب 11 لعيب او 15 لعيب يأدوا. الموسم اللي فات يا كابتن هاني لعب 65 مباراه، الموسم ده هيبقى 85 مباراه، يعني الضغط وال 85 مباراه 85 مباراه عدد كبير قوي قوي، يعني اذا كان 65 وكنا تعبانين 85، يعني بنحمل ب 20 مباراه كمان في فتره انك بتجمع ما بين الارتباطات الدوليه وافريقيا ومحليا وكاس مصر لسه بتاع السنه اللي فاتت لسه هيتلعب الفتره اللي جايه، ضغط. فلازم الفتره دي يكون درجه الاستشفاء بتاعت لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى، اللعيبه نفسها تبقى عندها احترافيه، ازاي اريح نفسي بنفسي، اعرف اشتغل كويس. عندك بطوله كمان، بطوله السوبر المجمعه المستحدثه الجديده هتتعمل في الامارات كمان، ده مباريات او يعني كمان بطوله، واحنا النادي الاهلي اي كل ثلاث ايام بيخش لازم يعني ان شاء الله باذن الله لازم يكون بطل هذه البطوله او امنيات وطموحات النادي الاهلي كده. فانت الضغط المباريات ضغط البطولات، انت بتتكلم عدد على فكره 85 مباراه في السيزون، ده عدد كبير جدا 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 يعني. ما هو فلازم يبقى عنده السكواد جاهز. عندي كم يعني، احنا حسبنا الكوره دلوقتي 34 لاعب الموسم اللي فات شاركوا. قبل كده كنا بنعترض ونقول موسيماني عنده 14 بس، ده هو شارك ال 34 وبقى في تدعيم. يعني الجزء اللي بيحصل بيه ربط ما بينه وما بين كارلوس برينجير ان هو بيختار له عناصر من الناشئين تخش، يعني شفنا معتز محمد، شفنا رشدان، بقى عنده كم، ممكن اوصل لل 40 لاعب، واللي راجع من منتخب 2005 واللي راجع من محمد عبد الله واللعيبه اللي موجوده، اقدر اوصل ان الكم اللي موجود ده اقدر اوظف لعيبتي واديها الاحساس ان هي تبقى موجوده من ال 11 الاساسيين في لعيبه النادي الاهلي. هو ده السؤال اللي هحرقه بيه الكابتن عادل، ازاي وحضرتك كنت مدير فني ازاي بتعمل البالانس دوت، ازاي توظف كل اللعيبه اللي عندك في اوقات عندك ضغوط مباريات كتيره جدا، ولكن كالعادة قدر النادي الأهلي أنك مطالب بالبطولات، غير أنك مطالب بالبطولات مطالب كمان بأداء جيد. فعملية المعادلة ديت إزاي؟ عندك ماتشات كتيرة جدا، عندك سكواد لازم يلعب كويس وكمان النتيجة تكون إيجابية وتكسب بطولات. الحسبة دي تيجي إزاي خلال الفترة الجاية بالنسبة لكولر؟ يعني بتيجي بالعلم يا كابتن، الأجهزة اللي محطوطة في الظهر واللي موجودة، القياسات البدنية والنواحي كمان النفسية، ممكن وانت جريت قد ايه وكل الأمور دي طبعا ما كانتش موجودة في على أيامنا. لا طبعا دلوقتي موجودة في النادي الأهلي. صحيح قيس النبض بس. احنا على أيامنا فعلا كنا قيس النبض بس، واحنا كنا بنعمل التيست كروس دوت الجاري، فكان بيقيسوا النبض بس، نبضك وصل قد ايه يعني، ما كانش عندنا لسه الاجهزه دي الحقيقه يعني. وطبعا الاجهزه دي طبعا الراجل بتوفر كتير جدا طبعا. اولا الراجل وصلنا لمرحله زي ما بيقول عم 34 لاعب كلهم بيلعبوا، فدي معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده بيشتغل علمي جدا، وبعدين عمليه التغيير بيتغير، ان انا عارف ان عادل هيديني 60% 60 دقيقه هيديني 80%، بعد كده الكيرف بتاعه بينزل نتيجه ايه؟ الساعه الحيويه والحاجات اللي احنا مش عايزين ندخل الجمهور فيها. أيوة. يعني مش بتاعتهم او بتاعت الناس اللي شغالين في المهنه يعني. فطبعا الراجل بيغير بالشكل ده وما خلاش فيه 14، لانه اول ما جه النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي بيلعب بطولات كلها وكلها مطالب بيها ان هو ياخدها ويستحوذ عليها مع اداء مع نتيجه. وصلنا ان هو عمل الروتيشن ده، عمل على اعلى مستوى، هو وصل للعيبه انها تفهم هذه الثقافه، وقال لك انا لما جيت وبعمل الروتيشن لقيت فيه شويه يعني اللعيبه مش فاهمه، لكن دلوقتي خلاص العمليه بقت واضحه ان كل السكواد الموجود في اي وقت ممكن تعالى كريم العب، حسين اقعد شويه، هتلعب الشوط الثاني انزل قفشه او ابدا قفشه، تلعب رامي، لا ياسر، هاني، اكرم، دبيس، علي معلول. فخلاص المجموعه كلها عارفه ان في اي وقت وفي اي مباراه ممكن كل اللعيبه تكون مستعده بشكل جيد للمباراه. يعني الروح اللي بين اللعيبه، لما انا اقارن ما بين هاني واكرم، النهارده اكرم بيلعب بكره، هاني بيلعب يوم الثلاث، صحيح هاني يلعب يوم السبت اللي بعديه. العمليه دي بيبقى فيها روح من جميله، ويقعدوا مع بعض ويبقى دايما في عمليه مش تنافس، ده تنافس لصالح الفرقه مش تنافس فردي. انا بتنافس مع هاني او انا بتنافس مع اكرم،
لا احنا بنتنافس عشان كل واحد فينا مصلحه الفرقه طبعا يؤدي اقصى حاجه لفرقته. وبالتالي انا النهارده لما يكون عندي اكرم ويبقى عندي كريم ويبقى عندي هاني في مركز في المركز ده فطبعا وخالد وكذلك في الجنب الشمال في وسط الملعب انا بتوقع ان عمرو السوليه ممكن جدا يكون ليه دور بكره الله اعلم لان الراجل برضو في الماتشات اللي زي دي بيحتاج للخبرات وما فيش مانع ابدا ممكن يدخل شويه ناس كانت بعيده بس لما كنا على الاقل يمكن النتيجه مطمئنه كسبان 3 كسبان 4 ده اللي انا بقوله يا كابتن يعني ممكن جدا عمرو بكره ياخد ثلث ساعه ينزل في الدقيقه 65 بس تكون النتيجه جيده يعني شويه لان عمرو برضو في وسط الملعب الى جانب ان هو قيادي في الملعب بيكلم زمايله ودايما بيبقى دايما بيبقى على طول بيحفز زمايله في كل الامور وفي كل الاوقات عمليه الريتم زي ما حضرتك تفضلت الريتم في الملعب مهم جدا ازاي امتى اسرع الريتم بتاعي وامتى اهدي وامتى يبقى في عمليه التركيز ومجرد ما يبقى الهجمه بتنتهي بقف الشناوي فلان على طول في وسط الملعب يبتدي افكر زميلي انت النهارده تاو لما تستلم الكوره انت بتشق عشان ايه عشان هاني او اكرم يطلع اديها لفلان عشان يحطها له لما انا انسى كلاعب ممكن جدا انسى او تركيزي ما يكونش موجود معايا على طول انا في ودانه خد بالك الحته دي عايزين نكررها الامور دي كلها الراجل نجاح بنسبه 100% الموسم الماضي انا بختلف معاه في حته ماتش الجونه او مش بختلف معاه يعني هو ليه وجهه نظر يعني خلي بالك سعد يعني زي كل الناس بيكون عدم توفيق شويه في مباراه كان ليه رؤيه بشر يا كابتن ليه رؤيه معينه ما تنفذتش فالنتيجه خرج كده على فكره كنا كسبنا الجونه ما كانش حد نص الملعب اللي فرق معانا طبعا ماتش الجونه نص الملعب اللي فرق صح فرق معانا بس لولا كده احنا نكسب الجونه في اي وقت ونكسبهم بالعدد يعني طبعا احترامنا الجونه عملوا مباراه كويسه ده يعني عملوا مباراه كويسه خلينا نتكلم المجموعه بتاعتنا مجموعه انا شايف ان المجموعه مش سهله يعني انت عندك ماتشين ان شاء الله بكره باذن الله يكون مباراه في المتناول لسه عندك شباب بوليسداد وعندك يانجز افريكانز التنزاني شايف ازاي يعني احنا ان شاء الله باذن الله نتصدر المجموعه مين اللي هينافسنا او مين اللي هينافس على المركز الثاني هل يانج افريكان التنزاني هل شباب بوليسداد ممكن تكون هي السباقه في وتكون في المركز الثاني مع النادي هيبقى شباب بوليسداد الاقرب يا كابتن شمال افريقيا بيبقى عندهم حاجه معينه وجزائريين هيبقى في فكر معين ليهم النادي الاهلي لما هيأدي الاداء ده هيدي الانذار شديد اللهجه لكل اللي موجودين معاه في المجموعه في نفس الوقت هم هيلعبوا نفس المده بكره قبلينا او النهارده باين لعبوا النهارده شباب بوليسداد لعب النهارده الساعة 9 الساعة 9 المباراة يا ريت تقولوا لنا النتيجة بالظبط المباراة النهارده كانت النهارده الساعة 9 بالظبط ايا كان مين انا بفكر ان انا ابقى اول المجموعة بتاعتي اللي موجود بقى يتقاسموا ما بين يانج افريكانز او شباب بوليسداد انا في الاول والاخر افكر في نفسي اولا شباب بوليسداد كسبان 2-0 انا قلت لحضرتك يا كابتن هو هيبقى الاقرب للنادي الاهلي يانج افريكانز فريق كويس قوي يعني يا كابتن انا بفكر دلوقتي في الملف الاول في مباراه بكره ميدياما الغاني حققت المسافه ما بين ده والماتش الثاني يوم السبت اسبوع بالظبط اسبوعك ده هنا في المباراه الاول مجرد ان انا كسبت خلاص بوصل نفسي ان انا ادائي واستمراريتي زي ما الكابتن عادل قال وضغط المباريات انا عندي السبت بكره ميدياما الغاني يوم الثلاث سموحه يوم السبت يانج افريكانز الضغط ده كله على لعيبه النادي الاهلي اختار مين هي دي الثقافه اللي اللعيبه لازم تعرفها الربط ما بينهم هو محضر من دلوقتي او هو شايف حاطط سيناريو للماتشين ثلاثه اللي جايين ان انا هبدا مباراه بكره بسكواد كذا 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 وعندي يوم الثلاث كذا وعندي يوم السبت كذا يعني وعندي يوم الاربع زد كذا وبعد كده عندي المباراه اللي بعدها بفكر في ده كويس ان هو بيفكر لشيء بعيد المدى بس هو حاطط سيناريوهات للمباراة كل مباراة في ملعبي لها شكل هتبدأ ببكرة ماتشات الدوري كلها هعرف أخد من اللعيبة عشان أنا خلاص عارف أو قريت أو عندي خبرات من الدوري المصري أشتغل عليه إزاي كولر أنا قلت لحضرتك كابتن في الأول رجوعه لنفسه أنا نيته في حديثه رجع تاني كولر قرب من اللعيبه رجع اللي كان بيلعب مباراه السوبر مع نادي الزمالك قربه للجماهير اللعيب اللي بيحتاج منه حاجه معينه اعاده معاهم نفسيا الشغل اللي هو محتاج تصحيحه داخل الملعب في الجماعيه اعتقد ده كله الاداء والاسلوب اللي احنا شفناه فيه لعيبه المنتخب هو ناتج من لعيبه النادي الاهلي اللي ظهروا بالمستوى اذا كان منعم ولا هاني ولا الشناوي ولا مروان
ادوا طمانينه للاعيبه النادي الاهلي ان ارتفاع مستوى اداء لعيبه النادي الاهلي ظهر بالاداء الرائع اللي شفناه في مباراه المنتخب الاثنين اللي فاتوا. على مستوى خلينا نتكلم برضو دقيقتين ثلاثه كده على وجهه نظركم، اتكلمنا عن النادي الاهلي، خلينا ناخد رايكم في المنتخب المصري خلال الجولتين اللي فاتوا. رغم طبعا يعني المنافس ما كانش على المستوى المطلوب، لكن نتيجه جيده 6 نقاط في بدايه المشوار التصفيات كاس العالم. عايز اخد راي الكابتن في المنتخب المصري، شفتوا ازاي الماتشين اللي فاتوا، ماتش جيبوتي وماتش سيراليون؟ هي الحسنه الوحيده 6 نقط، ده الحق يعني، هي الحسنه الوحيده الحقيقه. لكن طبعا احنا كلنا الشعب المصري ذواق، بيفهم في الكوره كويس قوي، ويعني عشقه الاول والاخير كره القدم. فريق جيبوتي طبعا فريق، مع احترامنا للفريق، فريق متواضع جدا، مش متواضع، اقل من متواضع ده حقيقي. فريق سيراليون، مين نجم المباراه؟ الشناوي، نجم المباراه الشناوي، صحيح، شايل 4 5 اهداف مؤكدين. مفروض ان انا احيانا في بعض اللاعبين انا بلعبهم في غير اماكنهم، يعني زيزو انا بلعبه في مكان مش المكان بتاعه، وبالتالي يبقى هناك لو انا بلعب فرقه جامده يبقى هناك قصور. طبعا زيزو لما بيلعب في مكانه طبعا بيبقى يعني رائع جدا، ومحدش يعني خلاف عليه اطلاقا. يعني الاداء بتاعنا في ماتش سيراليون اعتقد ان هو يعني ما كانش جيد. الفتره التوقف اللي موجوده ديت يبد يبقى في تنسيق ما بين المنتخب وبين لجنه المسابقات وبين الرابطه، بحيث ان يبقى هناك في الفترات اللي انا هيبقى فيها توقفات ما يبقاش في اصابات. انت لما بيكون اهلي وزمالك وبيراميدز بيلعبوا ماتشات مضغوطه، مفيش شك وانا رايح افريقيا هيبقى في اصابات، الاصابات دي هتنعكس على المنتخب، وبالتالي يبقى في نوع صحيح. من انواع التنسيق، علشان انا رايح المنتخب وانا رايح بكامل طاقتي وكامل قوتي، واللعيبه تبقى مش مجهده. الكومبيتيشن او المنافسه في بطوله افريقيا هتكون صعبه جدا في انديه او منتخبات على مستوى عالي، لكن دايما والطموحات على مستوى اللاعبين، وبيتكلموا ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون مرشحين ونوصل وناخد بطوله افريقيا، بطوله الامم الافريقيه. عمرو رؤيتك سريعا في الماتشين بتوع جيبوتي وسيراليون. زي ما الكابتن عادل قال لك 6 بونت، يبقى هو روري فيتوريا بيكمل التارجت بتاعه، حقق كل المباريات فيها مكسب باستثناء ماتش تونس. لسه الاداء ما اقنعكش؟ يعني اداء منتخب مصر بنكسب، لكن الاداء ان انت مبسوط وانت بتتفرج لسه ما وصلكش؟ هقول الحسنه الوحيده هو مباراه الجزائر اللي ادتني انطباع ان لعيبه مصر نفسها اما بتلتزم بتادي. ماتش سيراليون كان ممكن من الاول ربع ساعه مصر تستقبل 4 5 اهداف، 4 5 اهداف، الربط ما بين اللعيبه وبعضها. خلي بالك برضو ارتفيشال الملعب، كان نجيل صناعي كان مأثر يعني. كابتن طبيعي ان انا هروح، يبقى انا عندي هنا في مصر اعمل ملعب بنفس المواصفات، اتمرن على الاقل، اتمرن على حاجه زي دي بنفس الاسلوب ده، مش هروح اتمرن هناك ويبقى الموضوع بالنسبه لي تمرينتين قبل المباراه مفاجاه بالنسبه لي. صحيح. وعدد اللعيبه، الروتيشن اللي هو عامله برضو فيتوريا، مين؟ جبر، احمد سامي، يعني علي احمد سامي، هاني عمر، فتوح، محمد حمدي، مروان المكسب في مباراه سيراليون والاداء اللي ظهر بيه، زيزو هو الجنب اليمين بتاعه زي ما كابتن عادل قال ما بيعملش الجزء الدفاعي مع هاني عشان يدي حريه لصلاح ان يشتغل تحت الفيرود، وصلاح كان شغال فيها صانع الالعاب في مباراه جيبوتي، ومباراه كان هو قايم بدور الهداف في مباراه جيبوتي، وكان قايم بدور صانع الالعاب في مباراه سيراليون. تريزيجيه ومرموش هو بياخد من ده، ومرموش يمكن في الدوري الالماني وحضرتك عارف يا كابتن انه بيلعب راس حربه، بيشتغل في وقت من الاوقات لو هيغير مصطفى محمد بيحط مرموش راس حربه. الاداء مرضي للستة بونت، اداء مقبول جدا. النتيجه بالزبط. كانت طبعا، وده في اعتقادي مهم جدا ان انت بدايه المشوار على مستوى تصفيات كاس العالم، 6 نقاط اول مباراتين، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في الفتره اللي جايه. كابتن عادل بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. عمرو بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكر متواصل لحضراتكم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.